تطوير المنظومة الصحية ليس رفاهية، وإنما هي وسيلة لبناء وطن قوي صحيح ينطلق أفراده في البناء والتنمية. جهود تبذلها الدولة لتطوير المنظومة الصحية، منها إقرار قانون التأمين الصحي بعد محاولات عديدة لإقراره من قبل مجلس النواب لسنوات، وهو القانون الذي تمتد مراحل تطبيقه إلى سنوات أيضا، حيث من المقرر أن يتم البدء في تطبيقه يونيو المقبل بمحافظة بورسعيد، على أن يعقبها التنفيذ بعد ذلك في باقي المحافظات خلال 15 عاما. وعلى مستوى تطوير المستشفيات، يؤكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أن الحكومة أنشأت وطورت بعض المستشفيات، وأنه تم اختيار 44 مستشفى تكاملي من بين 508 لدخول الخدمة في 9 محافظات بالصعيد. التطوير ماشيين زي ما قلنا لسيادتك في 4 محاور. المحور الأول هو إنشاء مستشفيات في الأماكن المحرومة من الخدمات الصحية، زي المستشفيات اللي تمت في شلاتين وفي النجيلة وفي القصير. المحور الثاني إنشاء مستشفيات تخصص واحد وأحادية التخصص تقدم خدمة صحية واحدة. المحور الثالث هو إنشاء مستشفيات تقدم ما يسمى باسم الخدمة الثلاثية اللي فيها كل الخدمات الصحية. آخر محور هو تطوير المستشفيات القديمة. حديث وزير الصحة جاء خلال استعراض لمحاور خطة وزارة الصحة للارتقاء بتقديم الخدمة الصحية للمواطن، حيث كان من أبرز ما طرحه الوزير تطوير مستشفى بني سويف العام. وفي مقابل الجهود الحكومية، هناك مسؤولية مزدوجة على مجلس النواب، فمن جانب هي مسؤولية الرقابة على الأداء الحكومي، ومن جانب آخر هي مسؤولية توفير المخصصات اللازمة لتطوير المنظومة الصحية.